الحمد لله المعبود المستعان، يعين من عباده من أعان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العظيم المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث إلى الإنس والجان. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم يقوم فيه العباد أمام الديان. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، فإنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. إخوة الإسلام، التعاون بين الناس على البر والتقوى مطلب رباني ومنهج إيماني. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وكيف لا يكون التعاون على البر والتقوى ميزة وخصيصة بل وروحا للمجتمع الإسلامي؟ فإنه مفخرة الإنسانية، وبه يأمن كل إنسان العوز والحاجة، وبه تحفظ كرامة الإنسان وتحمى وتصان. ومن أعان غيره وأوصل للآخرين خيره أعزه الله وأكرمه. فقد رغب الإسلام أتباعه على التعاون فيما بينهم بأساليب متنوعة ووسع نطاقه، فقال عز وجل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. قال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قيل: يا رسول الله، هذه نصرته، هذه نصرته إذا كان ظالما، هذه نصرته إذا كان مظلوما، فكيف إذا كان ظالما؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فذاك نصره. رواه البخاري. وقال في موضع آخر: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. رواه أحمد. وقال: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. متفق عليه. لأن كل مجتمع يفسو فيه التعاون لا يضيع منه أحد ولا يشتكي فيه أحد. لكن لا يغيبن عن بالنا أن التعاون المشروع في ديننا يجب أن يكون على أساس البر والتقوى. أما إذا كان هذا التعاون على أساس الإثم والعدوان فلا يشجع عليه الإسلام، بل ينكر عليه أشد الإنكار فيقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لأن التعاون على الإثم والعدوان منبأ كل خلاف وفرقة ومصدر كل المصائب والويلات، فيجب علينا أن نبتعد عنه كل الابتعاد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم أجمعين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم.
الحمد لله شكرا لما أنعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الأعز الأكرم، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى العرب والعجم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه ما جرى على قرطاس القلم. أيها الناس اتقوا الله، فإن تقواه تنجيكم من العذاب وتبوئكم أكرم منزل ومآب. ألا وإن الله تبارك وتعالى أمركم أمرا عميما تنالون به خيرا كثيرا، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن مونسيه في الحجرة وضجيعيه في الحفرة والتابعين له فيما أمر أبي بكر وعمر. اللهم ارض عن الصهرين الزكيين الحبرين التقيين الصابرين على النوائب عثمان بن عفان وعلي بن علي وعلي بن أبي طالب. اللهم ارض عن طلحة الخير وسيف الله الزبير وسعد بن مالك وسعيد بن زيد الناسك وعبد الرحمن ذي الفضائل الجمة وأبي عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، وعن سائر الصحابة والتابعين لهم والتابعات إلى يوم الحساب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوضة الدين، وأعلي كلمة الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.